اوكي جايز، بعد لما بنسلق الرز مع حبيبات اللبان الذكر بتاخدي منه شوية مش كتير على حسب احتياجك، وتقدري تحتفظي بالباقي في الفريزر. كده انا هاخد الكولاجين الاصلي من الارز مع لبان الذكر، وهحتاج عليها قطعة من الالوفيرا جل الصبار. دايما لما بقطع الصبار بسيبه ينزل المادة اللزجة اللي فيه دي، وبشيله بمسحها. I try to make sure ان انا تخلصت من اي مادة سامة to get rid of all this liquid. This is the poison we don't need. And now we're going to cut it into small pieces on top of the rice. هنقطعها وناخد القلب بتاع الالوفيرا اهو امامكم، وهقطعها بالشكل ده. اوكي، وهاخد الالوفيرا بتاعي على الرز والمادة السمغية الخارجة من اللبان الذكر المسلوقة. اوكي، وده تقدري تحكي بيه فروة راسك او فروة راس اي حد او دقن الرجل، بيطلع الشعر في الجذور. Now blend it عليها. محتاجة مادة فعالة لترطيب الجليسرين، هتحطي ملعقة من الجليسرين، وكمان هتحتاجي عليها نقطة عسل أبيض. اوكي، blend it together. It smell gorgeous. ريحته حلوة قوي. That's it. It's ready. Now what do you need to keep this magic liquid? You need to put it into your plastic bowls. Like a قالب فريزر. هتحتاج ان انتي تحطي في قالب الفريزر بتاعك بالشكل ده. وحاولي ان انتي تحفظي كل ليلة بتاخدي منه وبتعملي بيه مساج على البشرة بأكملها. This is the one. Here we go. Here we go. And keep it in the freezer for every single night used. Use it every single night. Magic collagen cubes. هتحتاجي ان انتي تطلعيها بس من الفريزر وتستعمليها every single night. كولاجين هوم ميد from the natural ingredients الفعالة الساحرة.